سمعتها ان محمد صلاح يلعب في برشلونه، وريت ما تكونش كدبه يبقى حقيقه. والكدبه الثانيه دوله القانون اللي مش موجوده في مصر اساسا، واللي ما فيش عدل. اخر كدبه احنا 1 ابريل، ما هي دي كدبه ابريل. على فكره انا عيد ميلاد النهارده. يعني في حاجات كتير بتبقى كدب، في بيتكلموا على السوق بتاعت الاسكان المتوسط دي، وما فيش حد ولا شباب خد ولا اي حد خد حاجه. حاسين انها كلام فارغ يعني. اخر كدبه سمعتها الزمالك قادم. واحد صعب قال لي هروح النادي الساعه 8، فروحت 8 ما لقيتوش. اخر كدبه سمعتها قبل كده ان هيجي لنا 1,000,000 جنيه، ان كل الشعب هياخد 1,000,000 جنيه. دي اخر كدبه سمعتها ايام طبعا اخواننا، ايام الاخوان يعني، ايام حكم الاخوان. ان كل اخر كدبه سمعناها النهارده ان بيضحكوا على الماجستيرات. النهارده تبقى الواحد مطحون بقاله كام سنه علشان يتعلق، ويجي في الاخر يحتفوا في المحليات. فده كدبات من قدر كدب الحكومه، ويطلبونا في وظائف كويسه وبعد كده يختاروها لاولادهم، وبعد كده المحافظات اللي زينا كفر الشيخ وبني سويف وجميع المحافظات الصعيد، ما فيش ولا مكان بياخد وظيفه كويسه محترمه. اخر كدبه كدبتها مش فاكر بصراحه، مش فاكر. لا ما اعتقدش. عملنا مره كنت انا وقرايبي ان منير مات وبتاع، الاشاعه انتشرت وطلعوا حتى في جرنان الاهرام كتبوا الخبر وقال لك بندور على عمل الحوار ده. ممكن تكون اشتغاله بس مش كدبه.